12 حادثة سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح، سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة، سطو مسلح أيضا. بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدوي عماشة، سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا إنهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح. أنتوا عايزيني إيه؟ لو البر إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير قوي. إحنا دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة قوي في السجن. يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني. عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد جوزه قبل ما يطلع عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اتصال ثاني. انا ماليش دعوة، ماليش دعوة. وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان التلاتة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه محاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوة حسنة وهو مجند في الجيش، وكان من ابطال الرماية، واسمه حلف القبة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا هتزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت برق ليه؟ مبرق لي انا بترعب اللي برق لي. حنفي انا سعاده الباشا، ثانيه واحده وفضاله. سيبه يا حنف، خد بالك سيبه من عينيا يا باشا. حبس الفراغي ها؟ ولا هتودوني سجن تاني زي كل مره؟ اطلع قدامي قدامي يا حنف. أنا نفسي أفهم، أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. آه. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لاقي حتة يتوه فيها الأيام دي. وأخرتها معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سرايا المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعة الأحكام نتحكم عليك بيها وأنت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد إيه؟ أنا ما بقتش أعد يا مؤاخذة. 15 سنة. ده غير السبعة بتوع قضية السرقة اللي رميتك عليها. ما أنا كمان ما حدش يدوس على الطرف، أنا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان أكون فيها إعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب أنا بقى هعرف أتصرف بيك. يا حنف يا عباها.
اديلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي التقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت القلاب لحد الابتدا يا باشا. غلوم الوش غلوم الوش. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي. يعني انت غلطت عليكم قدامي. ده ايضا اربعة ماشي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. لا بقى دي الخمستاشر. دي العشرة يا حنا. هو انت اللي بتتضرب ولا انا؟ طب ايه بقى دي السبعتاشر؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العادة. انت تسكت خالص. كمل. عشر 11 ماشي 12 ماشي 13 طيب 14. بحيث كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعمل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وحيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلب. كل دول كانوا بيوصلوك، انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيده زياده. لا انا خلاص طلع افراد بعد 22 سنه عارف. بس ممكن الزنزانه دي تتفتش ويتلاقى تربه حشيش هنا ولا هنا، ساعتها يبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام مش كده ولا ايه؟ دي تلاقي حاجاتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي فيزيونيه كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدامها. طلباتك خيري ورشاد وبدوي. العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا، ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشرب الحاجة الساعة. ملحوقة. نسيت اقول لك يا حنفي. خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا انت عند الباشا يا باشا.
تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ يا ودي في الكلام، الكلام اخده عطى برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم، ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينا الويل يا حنفي، وده اللي خلاني اجي اسالك الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ اساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربيه زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ انت تنفع تسرق؟ انت كان حصاله ولا بتاع عربيه؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان؟ اركب، انا قاطع مشكاتك. اركب. ها هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على ابدع مطعم في مصر، ناكل لقمه حلوه ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي. اكل الاول. الحريم لسه موجود، له واحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همه. ترابيزه انت بتمنع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خالتي وجوزها جايين. مش انا يا مداء. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مداء. بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق.
يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا. ياوي كده انت جنسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه باخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. وطقم البيضة اللي جاي فز قوم يلا. ماشي متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا. الكذب خيب، انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمة انسانية مش هنسهلك العمر كله. هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانه وحدانيه، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجر دمي. ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك الثانية؟ لا ده بيت اهل دعاء رضا احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطف مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي سنجي معاكين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقولهولك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال الهربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا بابا، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دوت في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساجم.
انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. لا ده قفش حرامي فراخ فوق. حرامي ولاد الحرام كتير حرامي فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ انت راجل دماغك متكلفه. مساء الفل. شوف ده بقى فحميتين وحجرين كده على مزاجك. ها عناية. انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايتة معاك. انت بتديها من امتى؟ عليا النعمة ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. التعميره حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوي فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنف يقول انك تعرفه. حنف ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش له عندي حاجه، ومعرفش حد. امال خطف مراتك ليه؟ ما اعرفش. اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك، سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خالد ورشاد جولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل ساعه ما يجي؟ علي. مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان لبنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونه. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخت هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين 3، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا.
شريف مش مخليني عايزه اي حاجه. الكلام ده تقوليه لحد تاني، انا لا. معقوله اجي ثلاث مرات ازورك الاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبله موسى، عبله موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد انا قايمه ساعه نونه في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجه واحده بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول. يا بابا كفايه بقى، شريف ما فيهوش اي حاجه تتعيب. لا في عجرفه الفقراء ولنات الحيله. وما تنسيش انك انت محسوب عليا، انت اسمك عبله موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. يلا نطلع عند غير هدومي. اطلع انت اللي هتستناك هنا. قولك يلا. سخنها يا رجاله. سهلون. ايه ده؟ جايب حرامي ومكانش معاه كمان؟ اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قد عشان يجيبوا الحراميه يبيضوهم في بيوتهم؟ اتفضل. وعليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عمبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موسى كده عملت حاجه قدامي قدام. طب قدامي يعملوا لنا شويه خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعالى هنا اهو خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خريف. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وسط صوتك ليه تسمعنا؟ ما حصلتش. هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ لا بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف عبله عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، نجرب منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفه من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنن يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من يد من اعدامه. محسوبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون
ومش متجوز، بس ان شاء الله طلاق افراج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى، عاش الاسامي يا منى. انتي تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انتي متجوزه؟ لا. معقول حد بالحلاوه والجمال ده متجوز لغايه دلوقتي؟ ازاي يا منى؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك؟ وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي بيتك شيء يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل، مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثة عربية كرو. عربية ايه؟ كرو. صورة تلقى الأصل منك، كل حاجة فيك بتفكرني بيها، جمالك، رقتك، عينيكي، لمسة ايديكي. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده أحطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وأحس براحة غريبة غريبة. كنت لما أكون متضايق ولا تعبان أروح حاطط دماغي على كتفها كده كده، أحس إن أنا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا، انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل، ما صدقتش لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكرو. الكرو اسمع، عندها مشكله كرو بقى. انت مالكش دعوه بيها، ما تجيش ناحيتها خالص، مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياة بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوك. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة ايه بس يا عبلة؟ يا عبلة عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. الأجر ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص، انتوا صغيرين على الحاجات دي، ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني؟ مش قاعدة في البيت ده في 60 داهية يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اودالك فين؟ وديها الاوضة عشان الم هدومي. قدام طيب يا شيف انا تقولي في 60 داهية عاملة؟ ما تقولي حاجة لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونة تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف، دي عاملة بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت عايز الحق، الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملها ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل، اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي. اه انا عارفه الغلطه غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه.
معلش ملحوقه واللي كسر يسامح. ومش عارف انت مين ولا ايه. غش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حلو مرة في جبتيته بس مش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعت لها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما بغيرها تركبه. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. نسالك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في المي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه شريف عبله. انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تتفضي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضهم؟ ايه بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. دي عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك. الكلام هيكون مع اهلك. ماشي انا شايف بقى ان العيال خلاص خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها. فين الزوم نشوف شغلنا؟ يلا بينا على الجيارة. ماشي يلا. الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه باشا متقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانيه. لا لا ليه؟ وطي صوتك الحته مليانه نضرجيه. لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانيه؟ ده مؤاخذة ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي عشان كده جايين جايين. ما تقلب سجارة باشا كده يجيبك ثواب. سيجارة باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له كفتير الكفتير. لا مؤاخذة باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. كانت هتعادي اهلها علشان تجننت. انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجان بق
ولا حيلتك اللوضة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. وادي خيد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل انا؟ يا ارميه معلمي. بيض. بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. تسلم ابو الرجل، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايف، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره كويس. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر. ضل عليك. فين؟ الحفظ والصونة أباها. ذكر الشهاب. بغص العربية؟ وأنا كنت بغص مرسيدس يا خايف. هلا بيك. إيه ده؟ وريني. شفت ايه الحاجات دي؟ يلا بنت شحات. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين ده؟ مالناش دعوة دلوقتي يتصلحوا. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شويه. ها اسمع، خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي والحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ايه
بني ادم. استنوا بقولك دوسوا. الباشا يا ولد الكلب ده عهده هتقدرك ده يا ولد الكلب. الباشا يا ولد الكلب. ليه باشا كده يا باشا؟ الله ده انت بسبعة ارواح يا باشا. مش فاهم الواد ده طلع لنا بالامن وسيبه وايه اللي خرجه من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هيجنني ايه اللي لام الشمع على المطار؟ كان بيعمل ايه حنك مع ضابط المباحث؟ حنك؟ يكونوش حاملين علينا قنبينة هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس؟ حنك المستاهل. اسألنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طعم يصطادنا بيه وما كناش شوفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعة قبل ما يتلاقي مع أخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ أحمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، أنا ابتديت أخاف. عشان جبان اللي يخاف الأيام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا ابله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي. مش عايز شاي. بابا منى ما لهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف انت بموت. انت قاعد بتتني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف؟ رد عليا. قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترجع لعباد الله زي عواده. روحي له كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى اللي بيجرى ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربيه. ما هي مجاربكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خالص. انتوا تبعدوه عني. انا حيهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبله. يلا يا عبله. يلا يا عبله ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزه تخرج وتسيب جوزها في حاله زي دي؟ عبله بنتي ملهاش اي علاقه بيه. انا كنت جاي هنا اطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانت كنت تقدروا تحصلوا على ضيف واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا تشتروا؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا يا موسى. هيموتنا يا موسى. هيموتنا. انت جننت ماما. ماما ها ما عدتوش هنا تاني. ولو شفتكم هقطع رقابيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا ما تنساش. حاضر حاضر. يلا اطلع فين؟
ترزع عينك جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. عبلة يا عبلة. فوقي فوقي. ماما ماما هعبك كده. يلا يا عبلة فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ يا حوسة يا حوسة. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مره. كملي جميلك بقى وفكلي البلوه دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الكرة. ازيك يا بابا؟ مين؟ سي حنفي. يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. ايه ده؟ انا فين؟ منى منى شريف اسمع عبد الله على السلامة. ارتاح ارتاح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضه ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. احسن على قفاه؟ حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. احمد فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم اقول لك، انت عارف معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمر سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا ادم لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا ابني الوقت بيمر، احمد وضوح هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت قايلها معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وانت مال ايه؟ انت عاجبني مصيبه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليكوا وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ يا احمد باخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت فاهم من مصيبه. لا انتك سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجي نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتحي لي ده؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوة من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوة من ايديك الحلوة، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا قصدي في موضوع خاص بيني وبينها يعني. مالكش دعوة بيها خالص.
هو انت دايما محموق كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعدين. متقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انا دور. ايوه كده الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده في ايه؟ بقالك ساعه في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ امال اخرج لكم بالبوص؟ مش هم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو المقدم شريف موجود؟ نقول له مين؟ قال له عبد الخالق ابو العنين. خلاص قصة الهواء قافل الباب اتفضلوا. التليفون عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا شرفتونا. شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، في طرة، في ابو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضرة وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتت دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذه الدبانه معلش. مظبوطك ايه يا باشا؟ مظبوط 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 يا ولد. ايه مظبوط؟ بعدين بقى يا منى 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 طعم قهوة البواب. مبلمة كده ليه؟ اتحركي. ها واخبار الداخلية ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متأكد اني شفتك قبل كده بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص حدش غد دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي يا ابني. احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابني خلاص. اعمل معروف سيبك حلقه. ارحمها وارحمنا. باين علينا مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مطلوب. ده ايه اللي ايه؟ اثبت. ما هو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانية على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستلو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمنا. انت مين ده؟ ده حرف القبها ساعتك. اه وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تهدموه هدموه. ايوه فاضل بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، ارجع السجن فورا يا فندم ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده يا باشا. صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني.
ما ترد يا بني ادم. اما تهمت بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا يا باشا يلا. عبد الله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ في الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا ضامن؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. سبع البرومبا. انت جرالك يا مجنون. يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضيع ضيع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي. نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ ازيك يابا؟ حنفي انت خرجت من السجن قبل ميعادك يعني. حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يابا. انتوا بس اللي وحشتوني. قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك. انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يا ابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يا ابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟
ازيك يا عز؟ كبرت يا واد. ازيك يا عز؟ ازيك يا اخي؟ الحمد لله على السلامه. انت خليت في عندي امتى؟ بحيث تخليتيهم وانا في السجن. هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت. ازيكم؟ الف بركه. تعال. ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامة حبيبي، الحمد لله على السلامة. ازيك يا أم؟ مش هتسلم على أخوك أحمد؟ عايز مني إيه يا حنفي؟ شنطة فينا يا أحمد؟ الأمانة اللي استأمنتك عليها. نجوم السماء أقرب لك منها يا حنفي. الشنطة دي مربوط عليها حياة واحدة، ملهاش أي ذنب غير إنها مراتي. هسلمها لهم عشان أخلصها من إيديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100 الف دولار. ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش. انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. دي فلوس كتير هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. قالوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا. عقله. يا ايه الحكايه يا حنفي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعى تطلعها بني ادم. وانا من حب ليه شلتها بين رموش عينيا من غير حتى ما اعرف فيها ايه. لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب. وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها. دي مش فلوسي لوحدي. دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشنطه الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعترف يمسوها، هما كلها همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يا ابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي اللي صابكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعر من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها، شيلك عنه. اجري 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 رجع الفلوس وابدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا، سيبني. تخرج وراي اللي على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا معرفش السجن كلمة قافلة يا باشا. هنوصل لهم. ان شاء الله هنوصل لهم. بتحبها؟ يا مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني. بلا معادلة. رد عليها طيب. كلمني زي ما بكلمك. تحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متأكد تماما ان هي رغبة بتحبك. مش عارفة من لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا.
انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم، عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس؟ يعني الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حالك انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتك. يلا بس. بقول لك حنفي عنده حق، عبله بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح، مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها، وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. طب ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ ما تقلقش على نفسك. اوعى. يلا امشي، انا اتجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. خيرية اللي عايش في امريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لقيته كده؟ اللي ماشيته كده؟ ايه وديك لاين ده اللي ساعدنين ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلف حلف القباه. نعم؟ حلف القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعهد؟ متعهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبله. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبله. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انتوا حق عليك، ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فيهاش وزون. وزون اتخرم. قال لي يا ابن خالتي مرة اتخرم من الأذون كنا صغارين. فكان ضرب يا عيني. كانت أمه بقى مربية أذون فوق السطوح. خرم هو الأذون من غير أبوه ما يعرف. أبوه جه بالشغل لقى الأذون مخروم. قال له علقة. يا عبلة أنا بمر بظروف صعبة ومحتاجك جنبي. وأنا مين يقف جنبي؟ أنا كمان بمر بظروف أصعب ألف مرة من ظروفك وأنت السبب فيها. أنا يا عبلة؟ أيوة أنت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وانا قلتلك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسلة. عبلة. انا بقول لكم كده على العموم، انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا رب يبقى بتاع الاذون انت تتصرف الاذون. موسى يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول. انت تالت وهنا؟ يا على موسى اعقل وما تهورش. اعقل ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما تقتلنيش يا موسى، ارجوك طلقني كده. طب يا بنت موسى وانا اللي اقول لك. شايله ايدي كرسي. كرسي؟ الله الله، مين ده؟ ده اكيد حلو يا ديدي. قال لك ايه؟
خلتهم بيضة دقوا انتوا كمان على كراسيكم. لا يا جماعة بطل بيضة ياي بقى ده يتحكم فيكم. نبتدي نرقص نرقص شريف معاك دعاء. لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحالة دي وهنطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة، علشان كده بلغت سيادتك على طول. ما
ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضية دي. من بكرة هكلف بيها ضابط تاني. ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. قتل ضاع يابا. لوها مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها. ابوس ايدك يابا. قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها. اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. الو حنفي، انت فين يا حنفي؟ اسمعني كويس يا باشا، قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني وهكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك. لو تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم ضاعه. ايه هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمي عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه، في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. اهلا يا احمد، اركب. بقولك دوها فين؟ اوعى يفلت من ايديكوا. وصلوا. هتشوف لما تحصلها.
معاك، ما تخافش. الأحسن تروح تصير يا أحمد، أنتوا سهرتوا جنبه طول الليل، وأنا هتصل بيكم أطمنكم. امسك. رجعت مطرح ما جبتك، وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسئيل أنت استقيل، أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم، دول قتلوا ومرات أخوك، وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا، إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا، شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ قبل مراتك، واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبله قدامك ساعه تجيلي فيها دار ترعه المنصوريه من ناحيه سقاره لوحدك، ومعاك الشنطه طبعا، ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف. سلام يا باشا. الو، ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي، كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطه الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطه الفلوس فين؟ انت اتكلم. حنفي، أنا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء وأحمد أخوك؟ قول لي حنفي، فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا ابني. Thank you.
هي دي الشنطة؟ هي دي الشنطة. طمنا على اللي فيها. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بصبورين مبلولين ونقط على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. انا في القبه. ازيك عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوة؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاش يا سورة البت نعمة. بت مين؟ نعمة الرقاصة.
ودي ليا فين؟ واد جوه معاك. ما تخافش يا سحانة، أنا عارف شكلها كويس. فتحت عينك كويس، أنا هخش عقد المية جوه، وهي لو خرجت تقطرها تعرف راحت فين وتجيني. أنا يا سحانة. مساء الخير يا فندم. عايز أجدع ترابيزة. لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اخسر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم. حنف يا خيري، هجم عليا وانا برقص في المحل، وراسه ألف سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق، وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطر. هيقطرني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالهاش رجال. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم، والصباح رباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع ملكك اشوف
بنتي. يا خيرية مادي واخت الشيطان ما فيش وقت. مستحيل لسه بشوف بنتي. يا خيرية البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ولا طمني، مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخ طايح واسيبهم يقتلوها. ماليش دعوه، جايه معاك على عينك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف. ايوه انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت ولا انا كمان؟ من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحن تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوب هنا. ولاد عمي في كل حته وسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه. الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك ايه، مش كنا قلنا للشريف ما تجيبليش سيره الشريف، بتشائم. تاخرتوا ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطه الفلوس وفتشها. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. انتوا عايزين بتهببوا ايه عندكم؟ مش سامعين اللي بيحصل بره؟ اجري شوف في ايه؟ ما تدلعش. هقول يا رجاله انا في هنا، كل واحد يروح من ناحيه. لا مؤاخذه يا باشا، استأذنك شوية في المدام، عن إذنك. لا لا شريف. قدامي ما تعطلكيش قدامي. بقول لك إيه؟ بقول لك قدامي وأنت ساكتة. لا هتفرق مطرح ما أنت واقفة. هنروح بيها على فين بقى؟ هنهرب بيها من الباب الوراني قدامي. على فين يا خيري؟ ناوي تهرب؟ عايز تغدر بيا أنا كمان وتسيبني القضايا؟ انا اغدر بيك يا رشاد،
ده انت اخويا، احنا الاثنين متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد، انا اغدر بيك. يا ابن المجنونة، كم ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب أجلي؟ ما تخافش يا باشا، أنا كنت بطل ماء في الجيش، مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعالى نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي نجرب. اسمع، لف أنت من هنا وأنا هلف قبلك من الناحية التانية، وخد بالك من نفسك، مش كل مرة ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني، مش من هنا، من هنا. قومي قومي، اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. أنا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟ وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداء. يلا على البوكس. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الاوان. ودم دوعة واللي عملته في اخويا احمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. انت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزارة وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج
عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. انت بتقول لها ايه؟ الواحد ما عرفش يتكلم كلمتين وانت موجود. انت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف تخبط على الحرامي ده، سرع مني شهادة الفلوس اللي كنت حابدي بيها عقدك. انت بتقول ايه؟ انا شفته بعيني وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني حنفي. حنفي فين شنطه حنفي؟ شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خدام بيبقى يا باشا بالحفظ والصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا. وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس اكيد، بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. نار ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك ذوق والله العظيم. يا فندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي؟ احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيدي الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، ده سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا انا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، أنا مش هاخد منك حاجة. أنا حديكم. هتدينا إيه؟ الوكالة والأجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد إيه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20 40 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. طبعا يا معلم.
امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جاهز العقود ونقص على الإمضاء، تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي، سلام. مش كفاية بصل برضه يا حسن، تعبنا ولا إيه؟ لا مؤاخذة يا بهوات، نسيت أصل اللي اتعود على ريحة الكولونيا تتعبه ريحة البصل. الله، إيه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك أنت يا بطل؟ وإشمعنى يعني أنا اللي خططولي؟ لأنك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، أمال إحنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم، الزياش. وعشان؟ ايوه انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناسي اهو. ولو انا لا يمكن اتعرف في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال ام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظلك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان مش فاهم يا اختي؟ ايه ضربت نفسي؟ طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكر. ده بقى مكتبك يا سيادة المديرة. لازم نحلم بالحاجه عشان نحققها بفلوس الجيار. كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفله عند الجيار. عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي، لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله، ده عمرو. ايوه كده ابو الشماشه. ادي اديله. ادي اديله. Thank you.
الله يا رب ربنا تصل وتر ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. جدعة وبنت بلد وأي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. أنا؟ لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطة. يعني موافقة؟ احيانا جرايه خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير، ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر.
شبك امك مش شبك بطه. لو انت هتشبك بطه؟ اه يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه. ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا ما فيش مره ما بتحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامرة. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لي اسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل.
كلام بقى صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدي عليها بكره بدري. الدنيا بتمطر نسوان النهارده ولا ايه؟ انت مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. دراع.
امسك يا ولد. شمر شمر. معزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه وهو كمان يرتاح.